إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس. لا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، يؤمن النصارى بعصمة الكتاب المقدس واستحالة تحريفه كما علمهم القساوسة وآباء الكنيسة. مستحيل يكون الكتاب المقدس اتحرف، الكتاب المقدس ده بينقل الجبل. وعلشان يرسخ القساوسة في ذهن النصارى استحالة تحريف الكتاب المقدس، علموهم وقالوا لهم إذا المسلم جالك وقال لك إن كتابك المقدس محرف، اسأله 3 أسئلة وقول له إذا جاوبت على الأسئلة دي هقبل إن الكتاب المقدس محرف. أسئلة تفرض نفسها على العقل لا تجد لها إجابة. إذا كان الكتاب المقدس قد حرف، طب إمتى تحرف؟ من الذي قام بتحريفه؟ هل الذي قام بتحريفه المسيحيون؟ ولماذا حرفوه؟ الكتاب المقدس محرف، مين حرفه وإمتى وفين؟ مين لازم يبقى فيه جريمة يبقى فيه مجرم؟ مين حرفه؟ نمرة 2 إمتى في أنهي قرن؟ نمرة 3 فين؟ في مصر ولا في روما ولا في أنطاكيا ولا في أورشليم ولا في أستراليا؟ مين وإمتى وفين؟ إذا جبت لي 3 إجابات أنا هوافقك على إن الكتاب المقدس محرف. ما جبتش إجابات يبقى سيب لنا كتابنا وملكش دعوة بيه. والمسيح اللي بيسأل الأسئلة دي معذور، لأنه مش بيتكلم بفكره الخاص ولكن باللي بيسمعه ويتعلمه من آبائه وقساوسته. والفيديو ده مش موجه لآباء الكنيسة ولا للقساوسة، لأنهم عارفين إن الكتاب المقدس محرف وبيدلوا أتباعهم من النصارى البسطاء بتلقينهم الأسئلة دي علشان يرسخوا في عقولهم إن الكتاب المقدس معصوم ولا يمكن تحريفه. ولكن الفيديو ده موجه لأصدقائي المسيحيين الباحثين عن الحقيقة. فيا صديقي المسيحي، لازم تحدد في الأول الكتاب المقدس اللي بتدافع عنه وبتنكر تحريفه، هل هو كتاب الكنيسة الأرثوذكسية اللي بتؤمن ب66 صفر، ولا كتاب الكنيسة الكاثوليكية اللي بتؤمن ب73 صفر، ولا كتاب الكنيسة الحبشية اللي بتؤمن ب81 صفر؟ فأي من الطوائف دي كتابها هو الصحيح، ومين فيهم الصح ومين فيهم الخطأ؟ وما تخليش القساوسة يخدعوك ويقولوا لك. أنا عاوزكم تفهموا المنطق البسيط اللي ممكن نرد بيه. طبعا عندنا آيات في كتابنا في الإنجيلنا إن السماء والأرض تزول ولكن إيه؟ كلمة ولا حرف من كلامي لا يزول. إذن لا يمكن حد يلعب في الإنجيل ولا يغير ولا يشيل ولا يحط ولا حاجة، ربنا ما يسمحش طبعا. لكن للعلم إن الكتاب المقدس لا يشهد على نفسه إنه وحي من الله، ففي نصوص كتيرة في الكتاب المقدس تشهد على التحريف. فعلى سبيل المثال، جاء في سفر أرميا الإصحاح 8 عدد 8، كيف تقولون نحن حكماء وشريعة الرب معنا، حقا إنه إلى الكذب حولها قلم الكتبة الكاذب. وده إقرار من الكتاب المقدس إن في تحويل وتغيير في شريعة الرب. وكاتب المزمور ينسب إلى داود عليه السلام بأن أعدائه طوال اليوم يحرفون كلامه، حيث جاء في سفر المزامير 56 عدد 4 و5، الله أفتخر بكلامه، على الله توكلت فلا أخاف، ماذا يصنعه بالبشر؟ اليوم كله يحرفون كلامي، علي كل أفكارهم بالشر. ونقرأ ما ورد في سفر أرميا إصحاح 23 عدد 26، أما وحي الرب فلا تذكروه بعد، لأن كلمة كل إنسان تكون وحيه، إذ قد حرفتم كلام الإله الحي رب الجنود إلهنا. وفي سفر المكابين الثاني إصحاح 15 عدد 39، فإن كنت قد أحسنت التأليف وأصبت الغرض فذلك ما كنت أتمنى، وإن كان قد لحقني الوهن والتقصير فإني قد بذلت وسعي. يا ترى بقى مين ده اللي قام بالتأليف وبيسأل إذا كان أحسن التأليف ولا لأ؟ وفي نصوص تانية كتير بيشهد فيها الكتاب المقدس ان في تحريف بيتم، وان الكتاب المقدس مش معصوم من التحريف. بس علشان وقت الحلقة هكتفي بذكر النصوص دي. وقبل الاجابة على اسئلة القساوسة، نعرف الاول معنى التحريف، او بالاحرى يعني ايه الكتاب المقدس محرف.
متحرف يعني إما في حتة تتشالت أو في حتة تتغيرت، حط دي بدل دي، أو شيلنا جزء وحطينا حاجة تانية، أو وضبنا حاجة، أو حطينا كلمة بدل كلمة. يعني بصراحة النسخة اللي كانت موجودة أيام الرسل مش هي اللي في إيدينا. وبعد ما عرفنا معنى تحريف الكتاب المقدس، هبدأ على بركة الله في الإجابة على الأسئلة. ونبدأ بالسؤال الأول، وهو أنت بتقول إن الكتاب المقدس اتحرف؟ بيقول آه. أقوله طب لو سمحت مين اللي حرفه؟ قول لي اسمه. حد من التلاميذ؟ حد من الرسل؟ حد من القديسين؟ حد من العلماء؟ حد من المسيحيين؟ حد من اليهود؟ مين؟ دي نمرة واحد. أحب أوضح حاجة لصديق المسيحي، إن الإجابة هتكون من أفواه وكتب ومراجع مسيحية وليس من كتب المسلمين، فمن فمك أدينك يا صديق المسيحي. فهنا القس بيسأل مين اللي حرف الكتاب المقدس؟ وبالبحث والتحري والتفتيش في الكتب اتضح ان المتهم الاول بتحريف الكتاب المقدس النساخ، لان معظم المشكلات النصية في الكتاب المقدس من اخطاء النساخ سواء كانت متعمدة او سهوا، وده باعتراف علماء النصارى سواء الارثوذكس او الكاثوليك او البروتستانت، زي خادم الرب يوسف رياض اللي اكد وقوع عملية التحريف بواسطة النساخ. في الحقيقة زوبعة في فنجان مسألة اختلافات النسخ. احنا علينا نعرف ان ما كانش فيه كوبينج ماشين في الوقت ده، كانش فيه مطابع، كان النسخ يدوي. النسخ اليدوي شيء طبيعي انه يحصل فيه نوع من الخطأ غير المتعمد. النسخ اليدوي شيء طبيعي انه يحصل فيه نوع من الخطأ غير المتعمد. النسخ اليدوي شيء طبيعي انه يحصل فيه نوع من الخطأ غير المتعمد، زي اني اكرر سطر، زي اني اكرر سطر، زي اني اكرر سطر، او اني انط سطر، او اني انط سطر، او اني انط سطر، او اني اكرر كلمة، او اني اكرر كلمة، او اني اكرر كلمة، او اني انط كلمة، حاجات زي كده، او اني انط كلمة، حاجات زي كده، او اني انط كلمة، حاجات زي كده، او اني اكتب من الذاكرة، او اني اكتب من الذاكرة، او اني اكتب من الذاكرة فاستبدل كلمة بدل كلمة، فاستبدل كلمة بدل كلمة. انهار ابيض ينهار اسوح بيد المصيبة السوداء. ونفس الاعتراف من كتاب المهندس رياض يوسف داود، ففي كتابه مدخل الى النقد الكتابي صفحة 23 بيقول: ولقد ادخل النساخ الكثير من التبديل والتعديل على النصوص، وتراكم بعضه على بعضه الاخر، فكان النص الذي وصل آخر الأمر مسقلا بألوان التبديل التي ظهرت في عدد كبير من القراءات، فما أن يصدر كتاب جديد حتى تنشر له نسخات مشحونة بالأغلاط. والترجمة اليسوعية بتعترف اعتراف مباشر بتحريف النساخ للكتاب المقدس، وبتشتكي من الأخطاء وبتقول: ومن الواضح أن ما أدخله النساخ من التبديل على مر القرون تراكم بعضه على بعضه الآخر، فكان النص الذي وصل آخر الأمر إلى عهد الطباعة مثقلا بمختلف ألوان التبديل ظهرت في عدد كبير من القراءات. والاعتراف الخطير ده بيكشف لنا أسباب اختلاف الترجمات والمخطوطات بكل بساطة، وهو أن النساخ هم اللي عملوا ده، ومش كده وبس، لكن على مر القرون. والعجب من كده ان النساخ بنفسهم بيعترفوا بالتحريف، ففي المخطوطة الفاتيكانية تعليق هاميشي موجود كده في الرسالة الى العبرانيين صفحة 1512 يوضح ان النساخ كانوا بيعملوا اي حاجة في المخطوطات دون رقيب. فالعبارة اللي مكتوبة في الهامش: يا احمق يا مخادع، الا تستطيع ان تترك القراءة القديمة على اصلها والا تحرفها؟ ودي شهادة ناسخ على تحريف المخطوطة الفاتيكانية. والواضح ان الناسخ اللي وضع التعليق ده غير الكلمة اللي وضعها الاصلي، يعني ناسخ بيشتكي من تحريف النص، وبعد كده يجي القساوسة يسألوا مين اللي حرف الكتاب المقدس. فهل الله كان عاجز عن حفظ الكتاب المقدس من اخطاء النساخ، ام ان الكتاب المقدس لم يكن يستحق هذا الحفظ؟ والمتهم الثاني في تحريف الكتاب المقدس هو اباء الكنيسة اللي السيد المسيح ذمهم وفضحهم وصفهم بالافاعي والمرائيين، لما قال في إنجيل متى 15:9: وباطلا يعبدونني وهم معلمون تعاليم هي وصايا الناس. ومن الآباء اللي حرفوا الكتاب المقدس هو العلامة أوريجانوس اللي غير كلمة موجودة في إنجيل متى صحاح 8 عدد 28، غير الجدريين إلى الجرجسيين.
والدليل موجود في كتاب التفسير الحديث للكتاب المقدس العهد الجديد إنجيل متى صفحة 174، بيقول في الهامش إن كلمة جرجسيين أدخلت غالبا بواسطة أورجانوس، لأن لا جدرة ولا المدينة الرومانية جراسة كانت على شاطئ البحيرة. معنى كده إن أورجانوس أضاف كلمة في الكتاب المقدس وهو أحد آباء الكنيسة، وتمسك متلبس بالتحريف أول محرف معانا. تعالوا بقى نشوف محرف تاني وهو ماركيون، وده اللي بيوضحه كتاب المدخل إلى علم النقد النصي للعهد الجديد صفحة 312. فرغم معرفتنا أن قراءة الرب هي الأصلية وأن ماركيون هو من غيرها إلى المسيح كما قال إبيفانيوس، غير أن هذا لم يمنع النساخ من التبادل بين اللفظين لإيمانهما أن اللفظين واحد. وماركوين ده كان من تلاميذ بولس، وهو اللي حرف كلمة الرب إلى كلمة المسيح. والأب متى المسكين في شرحه الإنجيل يوحنا أكد أن أحد آباء الكنيسة الأوائل قام بحذف أو تحريف متعمد قصة المرأة الزانية، والدليل في كتاب متى المسكين المدخل لشرح إنجيل القديس يوحنا دراسة وتحليل في صفحة 509، بيقول ويكشف هؤلاء الآباء عن سبب غياب هذه القصة في المخطوطات الأخرى، وهو خوف الآباء الأوائل من استخدام هذه القصة كمشجع للانحلال الخلقي مما حدا بهم إلى حذفها من نسخ بعض المخطوطات. والحقيقة اللي بنستخلصها من كلام الأب متى المسكين هو تحريف الكتاب المقدس سواء بالنقص أو الزيادة. والمتهم الثالث في تحريف الكتاب المقدس اليهود، والأدلة على تحريف اليهود للكتاب المقدس كتيرة جدا، واللي بيشهد بكده علماء اليهود والنصارى بنفسهم. وأول الأدلة موجود في كتاب تاريخ الفكر المسيحي للدكتور القس حنا جرجس الخضري صفحة 39، اللي بيقول مما لا شك فيه أن الظروف التي اجتاز فيها الشعب قديما منذ دعوة الله لإبراهيم إلى ما بعد خراب أورشليم شجعت كثيرا على تأويل وتحريف هذه النبوات في الأوساط اليهودية وإلباسها ثوبا سياسيا وطنيا. وده معناه ان اليهود حرفوا النبوات اللي القساوسة فهموكم عنها عن يسوع في العهد القديم. اما العلامة القديس امام المسيحية أورجانوس يعترف بتحريف اليهود، وقال ان اليهود حرفوا كتابهم وحذفوا منه اللي هم عايزينه. فيقول في كتاب العهد القديم كما عرفته كنيسة الاسكندرية ترجمة واعداد رهبان دير الانبا مقار دار مجلة مرقس صفحة 57، أما سبب غياب بعض الأسفار اليونانية من العهد القديم العبري لدى اليهود فيرجع حسب تعليل أورجانوس إلى رغبتهم في إخفاء كل ما يمس رؤسائهم وشيوخهم كما هو مذكور في بداية خبر سوسنة، وعين للقضاء في تلك السنة شيخان من الشعب وهما اللذان تكلم الرب عنهما أنه خرج الاسم من بابل من القضاء والشيوخ. ويقدم أمثلة من الإنجيل لتأكيد ما يقوله حيث يخاطب السيد المسيح الكتبة والفريسيين بقوله لكي يأتي عليكم كل دم زكي سفك على الأرض من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا بن برخيا الذي قتلتموه بين الهيكل والمذبح متى 23-35. فالسيد المسيح هنا يتكلم عن وقائع حدثت كما يكتب أورجانوس ومع ذلك لم تذكر في العهد القديم، ثم يتساءل أين جاء في الأسفار المقدسة شيء عن الأنبياء الذي قتلهم اليهود. ثم يورد أورجانوس مثلا آخر في رسالة العبرانيين آخرون تجربوا نشروا جربوا ماتوا قتلا بالسيف عبرانيين إصحاح 11 عدد 36، لأنه معروف في التقليد اليهودي خارجا عن الأسفار العبرية أن أشعياء النبي فقط هو الذي نشر بالمنشار. واليهود ما حرفوش الكتاب المقدس فقط أو النبوات، دول كمان بيصححوا أخطاء الرب في العهد القديم. والنص اللي تم تحريفه من اليهود نص التكوين 18-22، وانصرف الرجال من هناك وذهبوا نحو سدوم، وأما إبراهيم فكان لم يزل قائما أمام الرب. والمفاجأة أن الساخ اليهود صححوا النص، والكلام ده موجود في الترجمة العربية المشتركة، والتعليق اللي موجود في الهامش بيقول بقى إبراهيم واقفا أمام الرب، هكذا صحح الناسخون اليهود النص احتراما للجلالة الإلهية في العبرية، بقى الرب واقفا مع إبراهيم. فسبحان الله، يعني الرب معرفش يختار الكلمات المناسبة للتعبير عن الموقف فصححوا ليه النساخ الخطأ.
شكرا للنساخ الشرفاء، ونشكر الترجمة العربية المشتركة لأنها اكتشفت أن النساخ كان عندهم حق فأخذوا برأيهم، ونشكر كل من ساهم في تصحيح الصياغة الغير مناسبة من الرب. سبحان الله. أما المتهم الرابع معانا في تحريف الكتاب المقدس وهو البروتستانت، فالبروتستانت حذفوا بعض الأصفار اللي مش موجودة في النسخة الموجودة حاليا عند الأرثوذكس والكاثوليك في مصر، والأصفار دي بيسموها الأصفار القانونية الثانية، والبروتستانت بيسموها الأبوكريفة، وهي كلمة معناها المخفية، وبيعتبروها أصفار مدسوسة لأنها لا ترتقي للوحي الإلهي وفيها خرافات وأشياء لا يقبلها العقل. وموقع الأنبا تاكلا بيأكد الكلام ده وبيقول: لم يقم البروتستانت بوضع هذه الأصفار في طبعات الكتاب المقدس الخاصة بهم، على الرغم من أن كل من الأرثوذكس والكاثوليك كبلهما يؤمنون بقانونية هذه الأصفار، والبروتستانت يعتبرون هذه الأصفار لا ترتقي إلى مستوى الوحي الإلهي، وهي من وجهة نظرهم أصفارا مدسوسة وتضم موضوعات غير ذات أهمية وخرافات لا يقبلونها، مع العلم ما أن الأرثوذكس هي الطائفة المسيحية الأولى تاريخيا في العالم وبعدها الكاثوليك، أما البروتستانت فهي طائفة حديثة نسبيا بعد 16 قرن من بداية المسيحية كده، لكن تلك الأصفار موجودة في جميع كتب الأرثوذكس والكاثوليك. وتتكون الأصفار الثانية من أصفار كاملة أو أجزاء من صفر، وقد رفضها اليهود في مجمع جاميا. وبيتفق مع موقع الأنبا تاكلا كتاب الليالي النفيسة في شرح طقوس الكنيسة للقمص يوحنا سلامة صفحة 85، واللي بيقول: وكان القديس بولس يطوف في سوريا وكليكية يشدد الكنائس إذ يأمرهم أن يحفظوا وصايا الرسل والمشيخة أو الكهنة، أعمال 15:41. هذا هو نص الآية الصحيح على ما أثبتته البروتستانت أنفسهم في طبعة لندن سنة 1860، أما في طبعة بيروت الحالية فقد أثبتوها محرفة مبتورة هكذا: فاجتاز بولس في سوريا وكليكية يشدد الكنائس. وقد حذف البروتستانت باقي هذه الآية كما فعلوا بغيرها ليتخلصوا من الخضوع لشرائع الكنيسة، قائلين بالخضوع لسلطة كتابهم بعد أن لعبت فيه أصابع الأغراض وتمشت بين سطوره أنملة الأهواء. واللي اتهم البروتستانت بالتحريف هم الأرثوذكس، والدليل على كده موجود في كتاب عقائدنا المسيحية الأرثوذكسية للقس بشوي حلمي صفحة 43، بيقول: لماذا حذف البروتستانت هذه الأصفار؟ حذف البروتستانت هذه الأصفار في القرن 16 ميلاديا ضمن ثورتهم على كل ما هو قديم وسعيهم إلى كل ما هو جديد. وبعد ما جاوبنا على سؤال القساوسة مين اللي حرف الكتاب المقدس، ووضحنا أن اللي حرفهم النساخ وأباء الكنيسة واليهود والبروتستانت، نجاوب على السؤال التاني وهو: طب إمتى تحرف؟ تم التحريف بحسب الزمن اللي كان بيعيش فيه الأشخاص اللي قاموا بالتحريف، والدليل على كده من الترجمة اليسوعية اللي بتقول إن عملية التحريف كانت تمت على مر القرون. ومن الواضح أن ما أدخله النساخ من التبديل على مر القرون تراكم بعضه على بعضه الآخر، فكان النص الذي وصل آخر الأمر إلى عهد الطباعة مثقلا بمختلف ألوان التبديل ظهرت في عدد كبير من القراءات. أما السؤال الثالث بقى فهو: فين الحرف؟ جواب السؤال ده سهل جدا ويتبني على السؤال الأول، وهو مين اللي حرف الكتاب المقدس؟ طبعا منطقيا أن التحريف كان في البلاد اللي كان عايش فيها النساخ وباء الكنيسة واليهود والبروتستانت اللي ذكرناهم، واعترف علماء المسيحية بتحريفهم للكتاب المقدس. وبعد ما جاوبت على الأسئلة الثلاثة اللي اتحدى بيها القساوسة وخاصة الأنبا رفائيل المسلمين انهم يجاوبوا عليها، احب اضيف أسئلة اخرى بتصير فضول عند بعض القساوسة والإجابة بتاعتها بتؤكد تحريف الكتاب المقدس. فمثلا البعض بيسأل: ايه الجزء اللي اتحرف؟ انت بتقولي انه محرف، انه جزء اللي اتحرف ده؟ في سفر التكوين، في سفر الخروج، في أشعياء، في انجيل متى، في انجيل لوقا، انه جزء اتحرف؟ غالي والطلب رخيص يا جناب القمص. انا هكتفي بذكر بعض النماذج والامثلة على اجزاء تم تحريفها لان الوقت مش هيكفي في حلقة واحدة اعرض فيها كل الاجزاء المحرفة. انا عارفة طبعا انكم بتقولوا ان في نسخ وترجمات ومخطوطات كتير جدا، وبتخدعوا النصارى البسطاء وبتقولوا لهم ان كل المخطوطات متطابقة. يعني العهد الجديد مثلا في عشرات الالاف من المخطوطات،
بحيث أنك أنت تلاقي المخطوط ده مثلا في جزء من إنجيل يوحنا، وتلاقي مخطوط في آخر العالم جزء تاني، تطبقهم ببعض، ومخطوطات عمرها مثلا 1600 سنة، 1800، 1700، تلاقيها متطابقة. كلهم كذابين وعارفين انهم كذابين، وعارفين ان احنا عارفين انهم كذابين، وبرضه مستمرين في الكذب. طيب تعالوا نفتش الكتب زي ما بيوصي الكتاب المقدس، ونشوف هل فعلا المخطوطات اللي اتكلم عنها القس داود لمعي صح ولا غلط. ونبدأ بكتاب تاريخ الكتاب المقدس منذ التكوين وحتى اليوم للمؤلف ستيفن ميلر وروبرت هوبر، صفحة 221، بيقول: بل في الواقع هناك أكثر من 5300 مخطوطة للعهد الجديد، وترى بعض التقديرات أن فيها اختلافات أكثر مما في كل العهد الجديد من كلمات، ومع أن البعض يقولون أن 95% من هذه الاختلافات لا تغير المعنى الحقيقي للنص، فقد توجب على العلماء أن يغربلوا هذه المخطوطات ليحددوا أكثرها احتمالا في أن يكون دقيقا، ويقارنون بين هذه النسخ للوصول إلى ما يتوقعون أن يكون القراءة الأصلية. والمرجع ده بيأكد أن في اختلافات بين المخطوطات ومش متطابقة زي ما قال لكم القس داود لمعي. وكمان في مراجع تانية بتأكد ان مفيش مخطوطات أصلية، وان المخطوطات الموجودة حاليا هي نسخ، والدليل موجود في كتاب مخطوطات الكتاب المقدس بلغاته الأصلية للدكتور إيميل ماهر إسحاق، صفحة 19، واللي بيقول فيه: ليس بين أيدينا الآن المخطوطة الأصلية، أي النسخة التي بخط يد كاتب أي سفر من أسفار العهد الجديد أو القديم، فهذه المخطوطات ربما تكون قد استهلكت من كثرة الاستعمال، أو ربما يكون بعضها قد تعرض للإتلاف أو الإخفاء في أزمنة الاضطهاد، وخصوصا أن بعضها كان مكتوبا على ورق البردي وهو سريع التلف. ولكن قبل أن تختفي هذه المخطوطات الأصلية نقلت عنها نسخ كثيرة، لأنه منذ البداية كانت هناك حاجة ماسة لنساخة الأسفار المقدسة لاستخدامها في اجتماعات العبادة في مختلف البلاد. ومعنا كمان مرجع آخر للكاتب يوسف رياض بعنوان وحي الكتاب المقدس، اللي بيقول فيه: أشرنا في الفصل الأول أن الكتاب المقدس هو صاحب أكبر عدد المخطوطات القديمة، وقد يندهش البعض إذا عرفوا أن هذه المخطوطات جميعها لا تشتمل على النسخ الأصلية والمكتوبة بخط كتابة الوحي أو بخط من تولوا كتابتها عنهم، فهذه النسخ الأصلية جميعها فقدت ولا يعرف أحد مصيرها. ونحن نعتقد أن السر من وراء سماح الله بفقد جميع النسخ الأصلية للوحي هو أن القلب البشري يميل بطبعه إلى تقديس وعبادة المخلفات المقدسة، وضياع النسخ الأصلية أكبر دليل على تحريف الكتاب المقدس. فالنسخ الأصلية للكتاب المقدس ضائعة وما نعرفش هي فين. وأنت يا صديق النصراني، لو سألتني إمتى وإزاي وفين اتحرف الكتاب المقدس، هرد عليك وأقول لك إمتى وإزاي وفين وليه ضاعت النسخ الأصلية كمان. وبعد العرض السريع ده واللي وضح ان المخطوطات مش متطابقة وكمان الاصل مفقود، نشوف نموذج لجزء تم تحريفه من الكتاب المقدس، وهو اضافة نص للكتاب المقدس غير موجود في المخطوطات الاصلية. طبعا كلنا عارفين قصة المرأة الزانية اللي وردت في انجيل يوحنا الاصحاح الثامن العدد من 1 ل 11. اما يسوع فمضى الى جبل الزيتون، ثم حضر ايضا الى الهيكل في الصبح، وجاء اليه جميع الشعب فجلس يعلمهم، وقدم اليه الكتبة والفريسيون امرأة امسكت في زنا، ولما اقاموها في الوسط قالوا له: يا معلم، هذه المرأة امسكت وهي تزني في ذات الفعل، وموسى في الناموس اوصانا ان مثل هذه ترجم، فماذا تقول انت؟ قالوا: هذا ليجربوه لكي يكون لهم ما يشتكون به عليه. وأما يسوع فانحنى إلى أسفل وكان يكتب بأصبعه على الأرض، ولما استمروا يسألونه انتصب وقال لهم: من كان منكم بلا خطية فليرميها أولا بحجر. ثم انحنى أيضا إلى أسفل وكان يكتب على الأرض. وأما هم فلما سمعوا وكانت ضمائرهم تبكتهم، خرجوا واحدا فواحد مبتدئين من الشيوخ إلى الآخرين، وبقى يسوع وحده والمرأة واقفة في الوسط. فلما انتصب يسوع وقال: ينظر أحدا سوى المرأة؟ ولم ينظر أحدا سوى المرأة، قال لها: يا امرأة، أين هم أولئك المشتكون عليك؟ أما أدانك أحد؟ فقالت: لا أحد يا سيد. فقال لها يسوع: ولا أنا أدينك، اذهبي ولا تخطئي أيضا.
فالترجمة العربية المشتركة بتقول في الهامش لا نجد 753 ولا 811 في المخطوطات القديمة، وفي الترجمات السريانية واللاتينية بعض المخطوطات تجعل هذا المقطع في نهاية الإنجيل. كتاب الخلفية الحضارية للكتاب المقدس العهد الجديد الجزء الأول صفحة 250 للكاتب كريك كينور بيقول المرأة التي أمسكت في زنا. المرأة التي أمسكت في زنا هذه القصة كانت محذوفة من المخطوطات المبكرة، ومن المتفق عليها أنها أضيفت للإنجيل الرابع فيما بعد. بالرغم من اتفاق الكثير من العلماء على أنها قصة حقيقية، فيجب أن تقرأ على أنها جزء من سياق إنجيل يوحنا. ودلوقتي نيجي للشهادة اللي بتوضح الحق لمن يبحث عن الحق، واللي بتأكد من علماء المسيحية أن قصة المرأة الزانية ما هي إلا من مرجع مجهول، وليكن مدخل إنجيل يوحنا من الكتاب المقدس ترجمة الآباء اليسوعيين أو الرهبنة اليسوعية صفحة 286، واللي بيقول أما رواية المرأة الزانية 753 811 فهناك إجماع على أنها من مرجع مجهول فأدخلت في زمن لاحق، وهي مع ذلك جزء من قانون الكتاب المقدس. ولتأكيد المعلومة دي تعالوا نشوف رأي أحد علماء الإنجيل في قصة المرأة الزانية، وهو الدكتور بارت إيرمان، حصل على شهادة الدكتوراه والماجستير في اللاهوت من مدرسة برينستون اللاهوتية، وهو رئيس قسم الدراسات الدينية في جامعة كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة الأمريكية. This story was not originally in the Gospel of John. This is a story that was added to the Gospel of John by later scribes. How do I know that? We have a number of early manuscripts of the Gospel of John. This story is not found in any of our early or best manuscripts of the Gospel of John. The Greek authors who wrote commentaries on the Gospel of John over the centuries don't mention this story until the 10th century, 1,000 years after the days of Jesus. The writing style of this story, if you read it in Greek, the writing style is a completely different writing style from the writing style of the rest of the Gospel of John. As a result, scholars have known for years that this story did not originally belong in the Gospel of John. Well, why is it in our English Bibles then? Probably what happened was some scribe had heard this story. They'd heard the story and they decided that it illustrated some of the teachings in John chapter 7, and so they wrote out the story in a margin. A second scribe came along, saw the story in the margin, and thought it belonged in the text, and then wrote his manuscript by putting the story in the text. Another scribe comes along and copies that manuscript, and that manuscript gets copied, and so on until it becomes part of the textual tradition. And it's these later manuscripts that were used by the translators of the King James Bible in 1611 so that the story came into English through the King James Bible. So this story, however, is not a story that was originally in the New Testament. So people sometimes ask me, well, are there any changes that are significant in the New Testament? Yeah, well, this strikes me as a rather significant change that the story of the woman taken in adultery wasn't originally there. وده كان عرض الأول مثال للتحريف. وتعالوا نشوف مثال تاني للتحريف، وهو نهاية إنجيل مرقس. ففي كتاب تفسير العهد الجديد إنجيل مرقس للكاتب ويليام باركلي في صفحة 14 بيقول هناك حقيقة مثيرة في إنجيل مرقس، وهي أنه يتوقف في نسخته الأصلية إلى حد 16-8، أما الأعداد الباقية من أول 16-9 لغاية 16-20 فليست موجودة في أقدم النسخ وأصحها. كل ما هنالك هو أنها وجدت مؤخرا في نسخ أقل قيمة ومتأخرة في ترتيبها الزمني، كما أن أسلوبها اللغوي يختلف عن بقية الإنجيل، حيث أنه يستحيل أن يكون كاتبها هو نفس كاتب الإنجيل. وخد عندك دليل آخر على تحريف الكتاب المقدس، واللي بيوضحه الأنبا متى المسكين في كتابه الإنجيل بحسب القديس لوقا صفحة 427، واللي بيتكلم عن النص اللي بيقول فالتفت وانتهرهما وقال لستما تعلمان من أي روح أنتما. اتفق هنا جميع العلماء وبلا استثناء أن هذه الآية أضيفت مبكرا جدا بواسطة أحد النساخ، لأن النص الأقدم لم يحتويها. على أي حال، هي توافق الموقف والمعنى، والكلام ينتهي في المخطوطات القديمة عند وانتهرهما. وهنا ممكن حد بعد تقديم الأدلة على تحريف الكتاب المقدس يطلع واحد من النصارى ويقول أيوة أنا معترف بوجود أخطاء في الكتاب المقدس، بس الأخطاء دي تافهة متغيرش في الإيمان المسيحي.
يقول لك الرب يسوع المسيح، يجي تحت يقول لك قرئت الرب يسوع من غير المسيح. هذه الاختلافات من هذا القبيل تقريبا معظمها، بحيث انه ولا اختلاف واحد يمس صلب العقيدة. وهل فعلا ان ولا اختلاف واحد يمس صلب العقيدة؟ وهل اخطاء النسخ كانت سهوا وغير متعمدة ومغيرتش اي حاجة في العقيدة؟ الاجابة هتكون من الترجمة اليسوعية صفحة 53 اللي بتقول: والجدير بالذكر أن بعض النساخ الأتقياء أقدموا بإدخال تصحيحات لاهوتية على تحسين بعض التعابير التي كانت تبدو لهم معرضة لتفسير عقائدي خطر. ونفس هذا الأمر تؤكده دائرة المعارف الكتابية صفحة 295 بقولها: وقد حدثت أحيانا بعض الإضافات لتدعيم فكر لاهوتي، كما حدث في إضافة عبارة والذين يشهدون في السماء هم ثلاثة يوحنا الأولى 5-7، حيث أن هذه العبارة لا توجد في أي مخطوطة يونانية ترجع إلى ما قبل القرن 15. ولعل هذه العبارة جاءت أصلا في تعليق هامشي في مخطوطة لاتينية وليس كإضافة مقصودة إلى نص الكتاب المقدس، ثم أدخلها أحد النساخ في صلب النص. وده يقودنا إلى مثال ودليل آخر لتحريف متعمد من قبل النساخ. فبيان التحريف والتدليس في نص التثليث الفصلى اليوحنوية هي النص الموجود في رسالة يوحنا الأولى صحيح 5-7: فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الآب والكلمة والروح القدس، وأولئك الثلاثة هم واحد. والنص محرف بكل المقاييس، ومش موجود غير في ترجمة الفان دايك بس، ومش موجود في الترجمات الإنجليزية الأخرى. ويعترف أغلب علماء النصارى منهم بتحريف هذا النص، وإنه ليس من أصل الكتاب، بل تمت إضافته بطريقة مقصودة للكتاب المقدس لتدعيم فكر اللاهوتي. ما قاله علماء النصارى في هذا النص، وإنهم يعترفوا بتحريفه، وضعه الدكتور ويليام إيدي في تفسيره الشهير الكنز الجليل في تفسير الإنجيل، فيقول: إن يسوع ابن الله، وحسب قانون شريعة موسى يحتاج تصديق هذا القول إلى شهادة شاهدين أو ثلاثة، تثنية 19-15 ويوحنا 8-17، وهذا العدد أي السابع لنا أسباب تحملنا على الشك في أصليته، لأنه لا يوجد في أفضل النسخ وأصحها، ولم يقتبسه اللاهوتيين الأولين لإثبات أن يسوع هو المسيح، ولا نرى من حاجة إليه لإثبات ذلك، فما الداعي إلى هذه الشهادة في السماء وكل شيء معلن هناك؟ وإذا لم تقدم للناس فكيف تثبت شهادتهم بإتيان المسيح؟ ولا يشهد في السماء وعلى الأرض إلا روح واحد وشهادته في المحلين واحدة. وبناء على هذا تحدث الأباء قديما عن التحريف، فأوريجانوس يقول: لقد أصبحت الاختلافات بين المخطوطات عظيمة، إما بسبب إهمال بعض النساخ أو بسبب التهور الأحمق للبعض الآخر، فهم كانوا يهملون مراجعة ما نسخوا، أو بينما يراجعونه يقومون بالحذف والإضافة على هواهم. ولعل المسيحيين كما يقول حبيب سعيد في كتابه المدخل إلى الكتاب المقدس صفحة 48 يضطربون من هذه الشهادات، ولكن هذا هو الحق ولا فائدة من إخفائه أو تجاهله. ولعل بعض الناس يضطربون بعد الإضطراب حين يرون من هذا البحث الفني أن الكتاب المقدس لم ينقل إلينا كلمة كلمة معصوما عصمة كاملة من حيث سلامة النصوص اللفظية، ولكن هذا هو الواقع، أردنا أم لم نرد، ولا خير في إخفاء الحقائق الواضحة، والحق هو الحق ولا فائدة من إخفائه أو تجاهله. ومن أمثلة التحريف المتعمد اللي بيمس صلب العقيدة وبإجماع علماء النصارى عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد، اللي جاء في رسالة بولس الرسول الأولى لأهل تيموثاوس إصحاح 3-16. والنص ده بالصيغة دي حرفه أحد النسخ علشان يرد على الهراطقة اللي بينكر تجسد المسيح، لكن العلماء اكتشفوا التحريف ده لما شافوا المخطوطات اللي بتذكر النص بصيغة الذي ظهر في الجسد. ولا خلاف أن سر التقوى عظيم الذي ظهر في الجسد وتبرر في الروح. والفروق في تيموثاوس الأولى صحاح 3-16 بين من والذي والله هي مثال على ذلك، فقد وردت الآية: عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد، مكتوبة في قراءة أخرى: عظيم هو سر التقوى الذي أو من ظهر في الجسد. والسؤال اللي بيشغل بال القساوسة هو: وليه اتحرف؟ يعني احنا حرفناه ليه؟ والتحريف أسبابه كتير،
ودائرة المعارف الكتابية أكدت أن التحريف تم لأجل تدعيم أو وضع عقيدة لاهوتية في العهد الجديد. تقول دائرة المعارف الكتابية طبع دار الثقافة الجزء السابع صفحة 295 تحت حرف الميم: حدثت أحيانا بعض الإضافات لتدعيم فكر لاهوتي. وبعد ما جاوبت على الأسئلة وعرفتك يا صديق المسيحي مين اللي حرف الكتاب المقدس وفين اتحرف وامتى اتحرف وليه اتحرف، يخدعوك القساوسة ويقولوا لك ان ما ينفعش الكتاب المقدس يتحرف بسبب وجود ترجمات كتيرة. كل المخطوطات والترجمات علميا تؤكد سلامة الكتاب من التحريف. انت تعرف انه الكتاب المقدس مترجم، وده برضو من الارقام القياسية اللي ما فيش كتاب اترجم لعدد اللغات دي، 1613 لغة ولهجة ولسان، 1613. أنا بقول العدد لأن أنا جايب الرقم ده من دار الكتاب اللي هم بيقوموا بترجمة وتوزيع الكتاب المقدس، 1613 لغة. طيب اللي هيترجم، اللي هيحرف في العربي، طب واللي في إنجلترا هيحرفوا نفس التحريف؟ طب واللي في فرنسا، واللي في ألمانيا، واللي في نيجيريا، واللي في جنوب أفريقيا، واللي في آسيا، واللي في أستراليا. والبابا شنودة بيرد على الناس دي وعلى النصارى اللي بيسمعوا لهم ويقول لهم: أول مشكلة تقابلنا هي الترجمات الكثيرة للكتاب المقدس، وهذه الترجمات بينها وبين بعضها البعض فروق عديدة. جايز تكون فروق في اللغة أو في الألفاظ، ولكن مع ذلك تثير شكا عند كثيرين، وممكن الناس يقولوا لنا هو ده كلام ربنا، وكل يوم تقولوا كلام تاني غير الأولاني، حكاية مش مظبوطة. صدقوني لما بيجيني كتاب من اللي اسمه كتاب الحياة ده وهو كتاب مقدس عشان أمضي عليه، ما برضاش أمضي عليه مع أنه الكتاب المقدس، لأن مش موافق على الترجمة الموجودة. احنا مش معناها كل ما تطلع ترجمة في لبنان ننشرها في مصر. مصر بلاد متحفظة، كنيسة كونسيرفاتيف الى ابعد الحدود. كل يوم ترجمة دي ما بتعجبناش، ياريت تستقروا على ترجمة معينة ونمشي عليها. الترجمة البيروتية ما احنا مبسوطين منها، هو كتبت مجرد خلاف ان قسيس تبقى شيخ، شيخ تبقى قسيس، او ان المنعم عليها تبقى الممتلئة نعمة، او ان تقاليد وتعاليم، دي حاجات بسيطة ولفنا عليها ونقدر نقولها لأولادنا ومبسوطين او من الترجمة دي وماشيين بيها. ولكن ارجو من دار الكتاب وارجو ملحا في الملاحظة الآتية: طلعت طبعة جديدة للكتاب المقدس في أولها ملاحظات تقول دي مزيدة ودي ناقصة في بعض النسخ. طب ما الكلام ده يشكك يا جماعة، غير المسيحيين يقولوا علينا ايه، انتوا بتزودوا في الكتاب وبتنقصوا، ودي مش موجودة في نسخ ودي موجودة في حاجة تاني. يا ريت ان القائمين على طبع الكتاب المقدس يفرقون تماما بين ما يقال في كليات اللاهوت وما يعطى للمؤمن العادي ليقرأ. المؤمن العادي يتعبوا انك تقول له دي مزيدة ودي نقصة ودي موجودة في نسخ ومش موجودة في نسخ. والفيديو ده فيه اعترافات خطيرة من البابا شنودة، واللي بينتقد فيه اختلاف ترجمات الكتاب المقدس، وبيقول ان كثرة الترجمات بتشكك المسيحيين. وبالرغم ان القساوسة بيعتبروا ان كثرة الترجمات دليل على استحالة تحريف الكتاب المقدس، فواضح ان البابا شنودة عايز طبعة واحدة بس، لان لو في طبعات تانية الناس هتكتشف ان فيها اختلافات وتناقضات، لانه عايز المسيح العادي او اللي بيسميه المؤمن العادي يفضل كده ما يفكرش في اي اختلافات بين النسخ، لانه قال كده بكل وضوح: لازم نفرق بين الكلام اللي بيتقال في كليات اللاهوت وبين الكلام اللي بيتقال للمسيح العادي، وان المؤمن العادي يتعبوا انك تقول له النقطه دي زياده او النقطه دي ناقصه، غير المسيحيين اللي هم المسلمين وغير المسيحيين اللي هم المسلمين. طبعا هيقولوا علينا ايه، هيقولوا كل شويه بنغير في كتابنا. ولذلك يا صديقي المسيحي،
نستنتج من كلام البابا شنودة ان الكنيسة هي اللي قالت ان الكتب المقدسة انها كتب الهية، وفي مرجع بيؤكد ان الكنيسة هي اللي اختارت الكتاب المقدس وهي صاحبة السلطة على الكتاب المقدس مش العكس. ففي كتاب في كتاب الكنيسة الارثوذكسية ايمان وعقيدة للكاتب تيموسي وير صفحة 17 بيقول فان الكتاب المقدس هو كتابهم ولا ينبغي أن ينظر إليه وكأنه فوق الكنيسة، بل هو في الكنيسة يعاش ويفهم. لذلك لا يجب فصل الكتاب المقدس عن التقليد. الكتاب المقدس يستمد سلطته في النهاية من الكنيسة، لأن الكنيسة هي التي قررت في الأصل ما هي الأسفار التي تؤلف من الكتاب المقدس. يعني بيقولك إن الكنيسة هي اللي بتقرر مش الوحي والإلهام، وإن الكتاب اللي بين إيديك ده مش وحي إلهي ولا كتاب مقدس ولا حاجة، فهو كتاب الكنيسة وليس كتاب الله الموحى به. وبعد الكلام ده يجي واحد مسيحي يسأل ويقول ان في آيات قرآنية تؤكد وتثبت ان الانجيل ليس محرف، وده الموضوع اللي هتكلم عنه في الحلقة القادمة ان شاء الله بالتفصيل. لكن مبدئيا احب اقولك اذا كنت انت لا تؤمن ان القرآن الكريم من عند الله تعالى وتعتقد انه باطل، فازاي بتستشهد من القرآن اللي بتعتبره باطل على صحة كتابك؟ واستشهاد المسلمين بكتابك المقدس هو نتيجة اعتقادهم في كتابك المقدس انه بيحتوي على كلام الله وكلام انبياء وكلام بشر، واعتقاد المسلمين ان فيه ما يوافق القرآن الكريم فيؤخذ به. واذا كنت عايز تستشهد بالقرآن علشان تثبت صحة كتابك، فالقرآن الكريم وحدة واحدة لا يصح تجزئتها. واذا كنت عايز تستشهد بالقرآن فحط في اعتبارك الآية الكريمة ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلم يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وايضا قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالقرآن الكريم ملوش أكتر من كاتب ناخد من كاتب ونترك كاتب آخر، وسأرد بالتفصيل على هذا الموضوع في حلقة منفصلة بإذن الله تعالى، ونعرف هل شهد القرآن للكتاب المقدس أم شهد عليه. فيا صديقي المسيحي ابحث وفتش الكتب، فانا بتعب وطلع لك المعلومة بطريقة سهلة علشان اسهل عليك الموضوع. فلازم تبحث وتفتش زي ما المسيح قال في انجيل يوحنا اصحاح 5 عدد 39 فتشوا الكتب لانكم تظنون ان لكم فيها حياة ابدية وهي التي تشهد لي. ففتش وابحث علشان تعرف الحقيقة فين. ولازم تسأل نفسك انت ليه مسيحي، لان الانسان هيعيش مرة واحدة، وانا خايف عليك وعايزك تعرف الحقيقة اللي بيخفوها عنك علشان تفضل اسير ليهم ولافكارهم. فالايمان مش بس بالعاطفة، المسيح مات علشانك واتصلب علشانك وعلى حساب الدم انت مفدي. حاول تبحث وتدور عن الحقيقة بنفسك. وفي نهاية الحلقة اسأل الله عز وجل ان يكون هذا العمل خالصا لوجه الله الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون.